Hani keşke قرابة السادسة وتسعون وعشرون دقيقة تشير الساعة بالاستوديو الإذاعي الجزائرية من وهران. إذن مستمعينا الكرام وكما وعدناكم مباشرة مع نجوم الباهية ورياض برزوقي. نجوم الباهية كسر تستضيف صناع مجد الرياضة الجزائرية. ساعة من الذكريات واستحضار لمشوار أبرز النجوم بمختلف الرياضات. نجوم الباهية كل أربعاء من السادسة إلى السابعة مساء. إعداد وتقديم رياض مرزوق. أعزائي المستمعين أسعد الله مساءكم ومرحبا إلى برنامج نجوم الباهية. برنامج يأتيكم كل يوم أربعاء ويستضيف نجوم الرياضة في الباهية وهران. اليوم سنستضيف اللاعب الدولي السابق لاعب مولودية وهران وعديد الأندية في ناحية الغرب الجزائري فوسي الطيب. طيب مرحبا بك. مرحبا بك خويا شكرا على الضيافة. نقربوا شوية الميكرو معليش خويا. هاي وطيب قبل ما نواصلوا البرنامج نبغي الناس اللي راهي تسمع فينا تعرف باللي كون ماشي المساعدة تاع فوسي الطيب كون راه برنامج نجوم الباهية ما كانش ساعدنا بزاف. طيب في الانطلاقة تاع هذا البرنامج نشكره كثير ولهذا الفرصة جات اليوم في آخر حصة لسنة 2011 آخر عدد لبرنامج نجوم الباهية باش تحضر معنا في هذا البرنامج. نشكره كثير مرة ثانية طيب على المساعدة اللي قدمتها لنا في إنجاز هذا البرنامج وانطلاقة هذا البرنامج. وطيب باعتباره ضيف برنامج نجوم الباهية اليوم كانت عندها رغبة وكما يقولك طلباتك أوامر طيب تليزي خصون دي زورت خويا دونك فضل بشي وكانت عندها رغبة باش يحضر معنا في برنامج اليوم. صديق مقرب لفوسي طيب صديق حميم كما قال طيب إنسان اللي ساعده كثير لما كان يفوت بشوية دي مومون ديفيسيل. قادة الشافي قادة مرحبا بك. مرحبا بك يا رياض ومرحبا بمستمع إذاعة الباهية. قادة عضو المكتب الفيدرالي للفاف مكلف بالبيتش سوكر كرة القدم الشاطئية والفوتسال كرة القدم داخل القاعة. نعم ورئيس جمعية رادياس. رئيس جمعية رادياس يعطيك صحة قادة. إذن في بداية البرنامج طيب نرحبوا بك مرة ثانية كالعادة في البداية نهضروا على الأكتواليتي تاع الفوتبول وبصيفتك لاعب سابق فريق مولودية أخت وهران وحققت إنجازات كبيرة مع المولودية. ما نجمش ما نسقسيكش على الوضعية تاع المولودية في هذه الفترة آخر لقاء 5-1 مع باتنا نتيجة مع شباب باتنا نتيجة وهزيمة تاريخية المولودية وهران للأسف. أكيد أخت مرزوق أسفوا كثير على الوضعية تاع مولودية وهران وحنا إن شاء الله نتمنوا صلاح في هذا الماركاتو ان شاء الله تنسقوا ان شاء الله يكونوا لاعبين جدد في الفريق اللي زعما ياكدوا باش يخرجوا هذا المولد في ازمه رابي يفوت رابي شغل راهنا في ازمه كبيره وان شاء الله يكونوا الناس متحدين يكونوا زعما كاع الناس راهي مشتركه في هذه في هذا الانجاز ان شاء الله تاع مده وهران يديروا اليد في اليد وان شاء الله يسلكوا هذا الفريق ان شاء الله باذن الله. متفائل طيب كل صراحه كل صراحه ماشي لو نيفو راه والو يفوت رابيد هي سي فري كي تشوف الوضعيه تاع مدير وهران دروك تحس باللي ما كاش اسبوار بصح باذن الله حنا نتمنوا ان شاء الله الخير لهذا الفريق ان شاء الله. ان شاء الله رايك قاده في الوضعيه الحاليه تاع فريق مولوديه وهران كمتابع؟ نعم عن بعيد ولا عن قريب ما على بالناش الامور تاع المولوديه؟ عن بعيد ونتبعوا كل نهايه اسبوع حاجه اللي تهم الباهيه وهران يعني الفريق الكبير ولا فيترين تاع الفوتبول في وهران سي بيان وسبور سي بيان مولوديا دورون وضعيه يعني معقده جدا يعني نظن ان الاشخاص ما حسبوش حساباتهم مليح دوماج الصيف وقيل الناس نامت في الصيف وما عرفتش كي تقطف الثمار فهمت الزريعه كانت سي باسا اونتوليكا هذه الوضعيه تاع الزريعه اللي اندارت في الصيف مانيش عارف سي تان ميراكل نتمنوا صافا ديفيسيل مي لو سيستم تاع البوانتاج اكطويل تاع لالي يعني انا نقول لك كل مولوديه دير امبور وتور وتجيب نقاط على برا ممكن تسلك تعرف بلي بين فريق المولوديه
تاع وهران الوضعيه 10 نقاط وبين الفريق اللي راه محتل المرتبه الخامسه 9 نقاط. يعني تنجم دير دو ماتشين في بلادك وتخسر على برا والمولوديه دير العكس تربح دو ماتش ودني تلقى روحها في مرتبه حسنه. تمنياتنا ان شاء الله تمنياتنا ان شاء الله باش هذا الفريق يعاود يدير في دراسه باسكو طالت بزاف. الناس كرهت والناس بدات توخر طالت بزاف هذه الوضعيه وما على بالناش ان شاء الله نتمنوا النجاح لفريق مولوديه وهران في الجزء الثاني من البطوله وان شاء الله ضمان البقاء والصعود ايضا لجمعيه وهران اللي تلعب هذا على الصعود ايضا هذا الموسم في الرابطه الثانيه لكنها ايضا تمر بفتره صعبه مؤخرا. طيب كان فيه تكريم للاعبين الدوليين في المنتخب الوطني لكره القدم من ناحيه الغرب الجزائري كنت من بين المكرمين. طيب شعورك وانت تحظى بتكريم لجام العائلة الكروية الجزائرية سواء في خارج الوطن؟ أولا أنا لما حتى الآن بلغ راه عندها أسبوع في هذا لوداديه القدماء اللاعبين الدوليين في كرة القدم برئيسهم علي فرقاني الخطاب بلومي حبيب طاس فاوت مصطفى كويسي بالخيرة لي زعما حتى الآن راني فرحان بزاف. وحاجه اللي انا فرحان بها زعما ابري ما يحبس لاكاري تاعي لاول مره كرموني وانا صبرت على كل حال صبرت بزاف هي شويه صبرت ونلت الحمد لله الحمد لله. وزعما زال اختيار زعما زعما شغل زعما زعما في محل تاعه وانا نتمنى ان شاء الله لهذه الوداديه كاين انا كما تكلمت مع علي فرقاني سي با لا بروميير اي لا ديانيير هذا الشغل اللي غادي يديروا كاين كلمات كثير وكاين لاعبين اللي مازال ما سواهم غادي يكرموهم ان شاء الله باذن الله العام الجاي كوسي ان شاء الله ان شاء الله واحد يصبر هنا ان شاء الله. انا راني فرحان بزاف على هذا التكريم وتستاهل. طيب على كل حال قاد رايك في هذا النوع من المبادرات اللي تقوم بها الوداديه تاع قدماء اللاعبين الدوليين في كره القدم؟ نعم هي لفته طيبه لفتة طيبة لو جيست اللي ندار يعني ناس يشكروا عليه. تمنيت انا ولو كون كانت هذه الالتفاته من طرف الناس تاعنا تاع المدينه سواء لاسوسياسيون دي زونسي جوار تاع لازم ولا تاع المولوديه باسكو جو كرو انا سي بيان باش تلعب لي ماتش تاع فوتبول بصح الفو يعني تخموا على لي زونسي تاعكم ماشي مشروط اونسيان جوار. انا بور موان سيكريتير انك سيكريتير يستاهل باش يتكرم غارد ماتيريال الناس تاع الخفاء الشوفر لهذاك تاع البيس 20 عام و 30 عام هو معاك ان ديريجون اللي كان سمح في وقته بالك باع رزقه وبعد الذهب تاعه باش الكلوب تاعه بريفيري يقعد يعني. وكان دي جوار يعني اللي مشي دوليين انا بور موا كي نشوف دروك مسكين بونيف خويا اللي راه يعاني وخاصو طبيب نفساني وخاصو مصحه باش يقعد فيها بور سي موا يعاود يلقى روحه وسي تانجال اللي يلعب ما نقولش الى دوني الفوتبول في رنا يعني في ان سيغتا مومون كان ينجم يكون يقرا كان ينجم يخدم في شركه مي يخير كره القدم فهمت كي هو كي رضوان عارف مسكين اللي دروك يعني. ونزيدو تفكروا الناس يعني وقت اخرين اللي ماتوا كيما والناس ولا كيما حراسي قويدر ولا الدور اللي ما نسمعوش بهم في رياضات اخرى كي تشوف موسى البوكسر يعني كراس اللفته تاع الوزاره ولا الدي جي اس تاع وهران اللي طونزوتو يعيطوا لهم وداروا لهم دي كادر معاهم يعني نخمو هادو الناس باللي العائله تاعهم راهم يعانوا هما راهم فرق قبل ربي يرحمهم يعني انا جو باغ على حراسي قويدر والناس وكل شيء فهمت الناس ماتوا الله يرحمهم وكل شيء ولا دوت بصح اللي طونزوتو نروحوا عند العائله تاعهم ونتفكروهم في العياد نتفكروهم في شهر رمضان نتفكروهم لو جيست مو غيديك يعني كي راكم كاش ما خاصكم ولا الاعانه الطيبه تزيد فيهم الناس باسكو دروك شي يقول لك هذيك بونا شامد الفوتبول وبونا شقعد ليكيب والناس سمعت فينا. انا ان شاء الله نتمنى يعني والمدير تشبيبا والرياضه ولا البلديه هذيك نهار عجبتهم الفكره تاع فرقاني قال لك ماذا بينا هادو الناس تكون عندهم يعني رغبه يكون عندهم لونفي يجيبوا لنا ان بروغرام بي رانا حنا هنا نعاونوا بصح تروح في بلاصتها يعني ما الناس ما يليقش الناس تيوتيليزي هادو الجيبيلي ولا هادو لي ميموريال ولا هادو الصوالح باش 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 يديروا في جيبهم وكل شيء باسكو واحد من يعطيك حاجه امنه ويقول لك اعطيها الاكس يليق تروح الاكس ما جايش توكل ولادك الحرام ولا توكل فاميلتك الحرام ولا حاجه يعني هذا نداء مستقبلي للناس اللي يبغوا يعاونوا الناس دورينافو يا جماعه اللي مشي ليك غير يعيك والخير يروح لمواليه
وان شاء الله رانا حنا تاني في البرنامج تاعنا تاع الراديوز بون لي جاز دو سوليداريتي راكم تشوفوا كل خطره رانا نديروا دي جاز دو سوليداريتي مي رانا نديروهم دي جون اخرين دانيال موس معنا تاع الخدام تاع البلديه في صافي عام ونص في رمضان هنا ضربات وشاحنه حنبوك لك كاين خدمه اللي تستاهل باش واحد يقادر عليها الناس وما دوك العمال النظافه اللي احنا من كنا راكدين يجيو يرفدوا لنا الفضله تاعنا. احنا خممنا باللي هذا السيد مات هو يؤدي الواجب شفنا وين دارهم وشكون واعطيناهم كيما درنا دي جاز دو سوليداريتي مع هنا مع المسنين ومول عجزه هنا قاده اسمح لي قطعتك خويا هنا قاده يقولوا الناس باللي قاده شافي هذه لا كيسيون كنت بوزيها لك من بعد فمي جبدنا على هذا السوجي معليش يقول لك قاده شافي يستعمل جمعيه لا راديو زادي فان بيرسونيل لانسان انتهازي انسان اللي المهم شو تجاوب؟ شوف اخي الاولى نوجب على حاجه تاع الخير الحاجه تاع الخير قال لك علاش يجهرها علاش ندير لها الحس روحوا سقسوا العائله تاع هذاك المسكين اش عامل واحد مورايا جا وعاونهم تاع المساكين تاع المسنين كي درنا لهم دوك لو جيست تاع العيد الكبش غدوة جاو دي جون اللي خرجوا والد واللي خرجوا باتهم طلبوا منهم السماح جاو الناس اللي جابوا الكباش مورانا فهمت هذاك مسكين تاع مرأة عندها خمسة تاع لي زون ديكابي 100% سمعنا احنا من بعد باللي جا واحد سيد شالهم سكنه ب 60 مليون في عين البيضاء الحمد لله فهمت مازال كاين الخير مازال كاين الخير نيتيليزي لا راديوس فور دي يقول لك لوبجيكتيف تاعها ثم عادي تاع نو رياض نواجبك انا اولا وراني جايك دروك في لا كابيتال تاع قاده الشافي كاين 65 دينار تي بو فيريفي في السي بي تاع حي سلام كابيتال تاع لا راديوز كاينه 22 مليون 500 نسكن في حي الصباح في افكات كطل خلوالي اللي فات عطاها لي وباش عطاها لي كاين واحد السيد هنا في الاذاعه تاع وهران ارى عنده قال لهم على بالكش بلي هذاك السيد اللي ضل كاع العام مسكين غاب لنا ويضل يجري في السبور ويضل يعامل ما عنده السكنه راه كاري قال له وما قال ليش درت دوموند كيما كيفي وكثر خيره يعني انا اولا جزائري نستاهل زيد لا راديوس في العام نوصل واحد البيجي ونجم انا نيتيليزي كون جيت يعني نستخدم ايادي كون جيت سارق وخاين نروح نيتيليزي ونشري فيلا بصح انا اللي مش قلت لك ماشي تاعي صحيح انا لو هاو ولا فوسي راه هنا ويقول لكم كل شيء حاجه اللي يعطوها لي تروح للناس دوك زيد مانيش خدام عندي لا راديوس انا جبتهم بون دير في بالك بلي البيدجي كاع الانيوال تاع لا راديوس 20% سي دراهم الدوله الاخرين سي غراس العلاقات التاوعي مع الغاشي ورونتيتي والناس دايره فيها كونفيونس اللي عاونوا لا راديوس نهضر على لي سبونسور نروح لك ثاني وخد اخرى جبت انا ثلاثة تاع السيارات لا راديوز فاسيلمون نديرهم على اسمي ونستخدم نورمال الترافيك بصح لا عندي 4x4 مكتوب على لا راديوز كاينه كورولا مكتوب على راديوز وبيس مكتوب على لا راديوز هادو كاع ماشي بدراهم الدوله شيناهم جبناهم من عند دي جون دونك انا غدوه شوف شاني مخلي ممتلكات الراديوز فهمت هذاك ناوي تغادر لا راديوز قادمه ناوي انا كون نهار اللي نحس نروح الطموحات تاعك نخلوها من بعد معليش ان شاء الله نخلوها من بعد صح بوني واجبتك شويه دروك واجبتك شويه نزيدك عمري ما حسيت روحي انتهازي انا انتهازي غير في حاجه استخدمت لا راديوز باش نكون انتهازي ونكون طماع ونكون في حاجه هي كي نخدم دوك الصغار ونحب ندير حاجه شابه انا انتهازي كي ندير حاجه شابه انتهازي كي ننجح ليفالمو تاعي رانا في 11 عام يا هل ترى كون هذاك السلوم اللي قعدنا نطلعوا فيه في 11 عام كون ما جينا الصحاح كون راه يطيح 11 عام ما طحناش ورانا غير نزيدوا نطلعوا واحد يتقيس نكملوا من بعد الهضره نقولوا للطيب طيب انسيستيت برنامج باش يحضر معاك قاده في ليميسيون هذه راك لانفيتي تاعنا اليوم ونعاود لك شرف كبير لينا استضافه فوسي الطيب في برنامج نجوم الباهي علاه انسيستيت باسكو انت من قلت لي غادي تفوت في هذا البرنامج قلت لي انا قلت لك انا غادي انفيتي زميلي وصديقي وبالك باسكو انا ولد الحي تاعه في مارافال انا وانت نعرف قاده وانت ولا يعرف بو بالك هو يعرفني صافي لونطون تاع وانت زعما تعاملت معاه حنا في 2005 تعاملت معاه غاد الغايه وفي ضربه حل الابواب اللي نورمالمون كيما قلت انت قبيله تهدر
النادي تاعي هو يحل لي الابواب. هو النادي تاعي شكون هو؟ مدير وهران. على الاسف خلوها كل واحد وضميره. انا صوبي 2005 ريحت معاه وخدمت معاه بشويه في 2007 خدمنا في رحبه باسكو هو الى بونسي باش يحل ايكور دو فورماسيون تاع لا رادوز. جمعنا في بيرو هضرنا منا وطلعنا وراني قابل ما كانش مشكل. راني انا قلت انا ومجاهد حمادي درنا تفريد ودنا في الريد وبلا ما ننسى الاخ تاعي وانا نقعده من البخري ونحترمه من البخري هو الخضر باللومي ولي نقولوا له جوايز انيفرسير غدو ان شاء الله عيد ميلاد اسطوره ويا وطلق بلي تقلنا عنها قلنا بالنيه يفو درابيت انا توجو نقول قاعده شبههم انا حتى الان راني نتمسى بالنيه في هذه في هذه الدنيا واللي يصبر وتخينا خدمنا بشويه 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 هو على كل حال عرف عقليتي غاد الغاية وانا تاني عرفت عقليتي خدمنا ما خلصت حيلة بيناتنا وعاوني وهذا النداء بس نقوله لهذو اللاعبين هذو اللاعبين القدامى وهذو المسيرين كما قال القادة وهذا العام كان مدلي دراهم انا هذا سون كومبلكس كان مدلي باش نوكل ولادي باش انا قلت لي حقك باش تخدم بس انا كنت ندير فيك الخير انا سيغوت لاوا قلت لي قلت صاحبي خويا منا خصني بوزو طرافاي باسكو لا زون فاسي الناس هو الفاتح هاد شو طيب خفا قادر راه درنا البارازيت بالتليفونات هنا ما نجمش يقعد ساعه بلا تليفون راه تخرج هو هاكا باش سيبو دا الوقت طيب نكملو خويا ها قاعد اخويا وكيفاه صاي سيبو فابني خويا كمل انا قلت لك انسان لي سبورينا حنا خدمنا وانا باش تسني في هذه لا راديوز ودخيل سبق وعاوني ومشي زعما من راح داير زعما بدون مجامله عاوني حتى الان يعاون فيها صاي وقيله تاعك طيب تليفون راه كاين هاي ما اش عارف مي راجي هذا الصحه المهم واخر وان شاء الله وحنا والاب مفتوحه في اللي في اللي كنت على راد في اللي كنت على راد مفتوحه في اي وقت والحمد لله انا كما اليوم من 9 وربع وانا في لا راديو زاد مع الفئه الصغرى حتى الخمسه على باسكو نحب هذا العمل تاعي ونحب المهنه تاعي وهو داير فينا ثقه كبيره اختو لا بروف هو ديفا مخو سما يقول الامور تمشى وخصي منا صوت رايت مساعدة ونتمنوا الناس الصالح يدوي فينا ثقه ان شاء الله والمستقبلا نتمنى لهذه الجمعيه هذه كل خير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله طيب الناس كاع تعرف الباركور لا كارير تاعك على كل حال فوسي طيب غني على التعريف لاعب دولي حقق العديد من الانجازات مع مولوديه وهران والانديه اللي لعب فيها لو كان هذه لا كارير اترافير دي كيستيون اللي غني بوزيه لك نسيو ندو منها الميور واذا كان ايضا دي موفي سوفنير باش نهضروا عليهم نبداو بالمليح نبداو بالمليح شيء اجمل ذكرى تبقى عليك في المسيره الكرويه تاعك ميور سوفنير كان عندي 19 عام وديت اول بطوله في مدينه وهران في 87 88 وكان دي مومون فور اللي عشتهم وراك باغي تحكي لنا عليهم فور هما لا سيزون تاع الكوب دافريك تاع الكاس افريقيا فوت بون مودت وان فوتت في مرحله كايناش كاع باسكو كان عندنا لا ميور ايكيب دافريك واه صبدر كي نقول لك هذاك المومون ما تنساش ساعه ساعه مام صحابي في مرافا ولا ميرا ما كاين هادو على مودت وان نزل بدو غير 89 كنتو منا حتى الناس يقول لك على مولدية ماهيش كيماها لأسباب عادية لأسباب على كل حال عديدها وخاصها ميسيون وحدها يونكور إذا كملنا طيب أجمل هدف سجلته وين تاوين كاين جوج أهداف أول هدف تاعي كنت جمعية وهران في 86 كان حارس مرمى حارس مرمى شكون كان قول تاع لازم 86 سعيد امتي سعيد والهدف تاع لقب دافريك تاع الكندي مع لا زومبي الهدف الثاني هذا اللي لما رام توجو قاعد في الذاكره اسوء ذكرى كاس افريقيا النهائي خسرنا في زابانا والنهائي تاعك مع المولوديه طيب لافان تاع ليستوار تاع فوسي طيب مع مولوديه وهران يجاوبنا طيب على هذا السؤال بعد ما ناخذ اول مكالمه سنقول لك دي فات مات انا خرجت زعما ديفيسيون من المولوديه خرجت شويه زعفان على كل حال
وكل واحد ودك كل واحد النية تاعها. أنا خرجت وهو في ذلك العام اللي رحت لغاني معسكر اللي رحبوا بيا ترحيب زعما ما نساش بزاف بزاف لعبت معاه معام زعما ليكيب بريفيري تاع القادة غادي معسكر غادي معسكر جيسيا ماسكارا ونحب تاني المولودية. أنا عايشين هنا في وهران ونبو المولودية نبوها تربح كي هي كي لاسكي قال لك لفتا وهران كمل فلوس مو هذا معسكر وين راح طيب ريت عام ريت أسرة ما شاء الله عام ومن بعد جاء الحاج عبد الله مشري على كل عارف هذا الحي ورحت البيريغو عام تاع طلعة فوت عام شباب عام الزوج عام عام تاع طيحة ومن بعد ريت عام كومبليتمون وسنه سيمو تاع شوماج في 2001 مع جمعية وهران ومن بعد كان آخر فريق بعد وجهت للتدريب فئات شابة وفئات صغرى رحت لمدة وهران في 2 متر. يعطيك صحة. طيب ناخذ أول مكالمة ومن بعد نواصلوا مع قدر الشافي باش يعطينا رأيه في فوسي. طيب مساء الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا أخويا؟ الحاج بالقايد معك. مرحبا بك الحاج. الله يسلمك بارك الله فيك. تفضل الحاج. عندك تفضل. مناصر تاع فريق مولودية وهران. مرحبا بك. والمولودية تم وعلى كل حال فوسي طيب غادي على كل تعريف فوسي طيب كي نشوفوه نورمالمون الدمعة احنا من عينينا خاطرش الو كراسا للميري اريال دروا دالجيري وكراسا للديزيام اريال دروا في افريك ومد بكتير وللمولودية خاصة انا شوف نشكر هذيك الجمعية اللي عطيك صحة وكويسي اللي داروا لها إكرام على كل حال الله يخلف عليهم وكثر خيرهم عطيك صحة. وكاين واحد شفيق هذا ثاني اللي بلايم كاع السبور هنا في وهران وكاع اللي نشوير كاع في كرون شوير بلايمهم نشكره بزاف والله قووه وعرفوه عطيك صحة. شوف كاين دي جوير في المغدية اللي يستاهلوا كيما فوزي كيما زروكي كيما بلعطوي كيما بوعد مغمغري كما فهمت مزيان مراد هادو ناس عندهم النيف والناس رجال والناس فهمت الى تعاونوا هادو يطلب من الشافي قادة تاني يعاون هاد الناس يدير لهم تاني اكرام من عنده خاطر الشافي قادة معروف شكون اللي يعرف الشافي قادة الشافي قادة هو منور وهران كاع يعطيك صحة الحاج بارك الله فيك. فوسي على كل حال نهضر نتكلم على فوسي فوسي انا كي نشوفه نبكي سير 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 سلو سامبو تاعو هو زروقي مزيان بالعطوي بارك الله فيك الحاج شكرا هادو رجال هادو مدوا للمولودية هادو نورمالمون شوفهم يحترمهم يعطيهم قدر تاعهم ويكرموهم نورمالمون ساعة ساعة واحد يكرمهم بارك الله فيك الحاج نشكرك على هاد المداخلة يعطيك الصحة شكرا مع السلامة. مكالمة هاتفية أخرى. ألو مساء الخير. مرحبا بك. كيفكم دايرين؟ الحمد لله الحمد لله. شكون معايا؟ خديجة من حمري. مرحبا بك اختي خديجة تفضلي. اخويا ما نقدرش عليك انا حمراوية ونبغي الحمري. الله يبارك. والله باي والله لا يتجي حال ان شاء الله وتبقى واقفة كيما بالدار كيما ديوك. وفي الحمري وتحية الحمري وتحية مولودية. يعطيك الصحة اختي بارك الله فيك. بسلامة صحيتي. الو مساء الخير. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اولا نحيي الضيوف اللي راه معاكم. مرحبا شكرا مدام. شكون معنا من فضلك؟ حسنية مرافق. الله يبارك مساء الخير وكل عام وانتم بخير ان شاء الله وعام سعيد للأمة الإسلامية والجزائريين والشعب وهران خاصة ونتمنى النجاح ان شاء الله ومدى الامل للفريق مولودية وهران ونشكر جمعية الرادياز لانها جمعية ناشطة جدا جدا ونتمنى لها المواصلة خاطرني نقراوني نشوف بلي غير راه يهضر ويقول بالك نخرج ولا نتمنى له الباقه لخاطر هذه الفرجه في حي مرافع صحيتي مرافع ونتمنى له النجاح ان شاء الله والمواصله ان شاء الله شكرا وهنيئا لكم ان شاء الله العام الجديد يعطيك صحة مدام بسلامه بسلامه شكرا. الو مساء الخير. الو 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 مساء الخير. مساء الخير مرحبا بك. شكون معنا اخويا؟ معك بن عيد عبد القادر الزمنيرياض. عبد القادر كيلك خويا لاباس؟ لاباس الحمد لله وانا الحمد لله. مناسبة طيبة مع هذه الأيام السعيدة مع نهاية السنة نقولها لشفيق قادة ولسي فوسي طيب راهم مسلمين عليك. شكرا
سي فوسي طيب نسأله هل يعني انت كأوسين جوار هل فكرت باش يعني تقولي او ميدان التدريب وتحصل على شهادات يعني رسمية معترف بها من الفيدرالية الجزائرية ولا ما الفيدرالية العالمية؟ وسي قادة الشافي هل فيه يعني برنامج خاص للفئة الصغرى وهذا الأوسين جوار يدونك الجوار تعمل فور ايدي لكلاب اورانيز لان الفريق بحاجة مثل رجال امثال قادة وامثال السيفوسي واللي جوار وشكرا تيم الدوبي وبالتوفيق. يعطيك صحة عبد القادر راح ناخذ مكالمة اخرى من بعد نجاوب على الاسئلة. الو مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نشكركم على البرنامج يعطيكم الصحة فريمو ما شاء الله. نشكر فوسي طيب هذا الشافي ما نشوفش فوسي لقد حكوا لنا عليه بزاف ايجاد فيديو تاعنا تاع كبير الهدى. يعطيك الصحة. شكون معايا اخويا غير باش يعرفك طيب؟ الو غير باش يعرفك طيب شكون معانا اخويا؟ مدني مكدال. مرحبا بك اخويا تفضل. وانا نطلب من رجال عوار ان شاء الله اللي كانوا ديفونسيون تاع الحبري تاع الجمعيه تاع على الداريش تاع الاتحاد وهران بدا بينا يعاودوا يولوا يمسكوا المونديال يقولوا المونديال زعما يطيح المونديال مازال هو الفوق توتو ان سيو بحي الحمري. السلام عليكم. بارك الله فيك اخويا. اخر مكالمه. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نحيي فوسي طيب ونحيي شكون معنا الاخت ناديه من ميرامان. مرحبا بك اخت ناديه. فوسي تاع بكري. بضحى يضحك. هاي سبورت تاع ولدي اقول له. عرفتها طيب. نحيي فوسي على الصراحه تاع هو وقاده وهذا اللي هضروها في مكانها وان شاء الله مولديه كاع ما طيح ان شاء الله تكون يجيبوا لها كيما فوسي لعابه كيما فوسي هكا تكون شويه مولديه. يعطيك الصحه وعام سعيد وان شاء الله مولديه كاع ما طيح ان شاء الله مدام. شكرا. فيف الحمراوه. فيف الحمري. شكرا مدام. اولا قبل ما نواصلوا نجاوبوا على الاسئله اللي طرحها عبد القادر بن عايده واللي كانت موجهه لطيب وقاده. شكون يبدا؟ تفضل قاده صفصك على البرنامج فيما يخص فئات صغرى على مستوى الجمعيه. لا البرنامج تاع الفئات الصغرى كاين نجاحات الحمد لله دروك راهم او نيفو دو مولوديا دورو من التجربه تاع 2007 راه عندنا 7 لاعبين في مدة طهران بين صنف الاشبال والاوسط. في جمعيه طهران عندنا 4 وفي اللي وين كاتيجوري تحبسوا انا نحبسوا في الاصغر وفي وفي ليزمو راه عندنا حوالي 4 وفي رائد شباب غرب وهران راه عندنا واحد ثاني 5 ولانسيو راه عندنا 3 يعني راه كاين. حنا بيني وبينك كون يسلقونا غير 4 ولا 5 يولوا يلعبوا في النيفو العالي راهي تستفد منهم مليحه ليماج تاع مليحه ليماج كونسيرنو تاع التعطير تاع لاعبي القدماء. انا كل ما نتصل مع اللاعبين القدماء ونقول لهم باش تجوا تعطوني الخبره تاعكم لهادو الصغار نشرط عليهم شرط واحد نقول لهم نهار اللي نهار اللي تبانوا منا الا بدلتوني بدلوني غير على المولوديه والعصب باسكو هادو سي دو هادو دو كلوب حاجه كبيره تاريخ واحد توجور ينحني قدامهم يعني لعده اعتبارات. الحمد لله جا مجاهد حمادي عندي راه في جمعيه وهران. جا باقي بالطيب راه في جمعيه وهران مدرب. جا الاخر اسمه مكي. جا مكي راح ليزمو عاود ولا لي. جا بن زرقاردوان خدمتني في الارسي جيو. سيد احمد زلوقي راه في مديريه وهران. يعني الحمد لله راهم يجوا عندنا يدوا نستافدوا من الخبره تاعهم من بعد الناس المسيرين كي راهم يشوفوهم عندنا يامنوا بهم يقول لك باش لا راديو جابت هادو خدموا فهمت وخدموا معنا سيكو راهم ملاح راهم يدوهم وحنا وحنا تاني مليحه لينا سي لا كونتينيتي ميم لي جون تاعنا كي يطلعوا في الاشبال يعني يحسنوهم. وحنا فاش مليحه عندنا العلاقات القويه اللي تجمعني مع الفيدراليه ولا مع جماعه الاي اس تي اس تاع عيون طرق ولا جماعه يعني نوفر لهم خفهم باش يجيبوا الشهادات باش نواجب بنعيد على فوسي. فوسي تم عيط لا فيدراسيون لا روم قلت له خفر عندي فوسي طيب دولي ما هي نورمالمون كان يروح 6 mois في 15 يوم كانت عنده الشهاده تاعو شهاده دبلوم معترف به دروك ينجم يتريني مادام يزيد ياثر روحه في المستقبل. وي كان السؤال تاع عبد القادر بن عايده فيما يخص دخولك عالم التدريب بصح بعد الفاصل الاشهاري خاص يدخلوا شويه دراهم هكا هو اشهار. <تص->
10 PC portables et de super cadeaux à gagner vous attendent. Il vous suffit de participer gratuitement à la e-tombola 2011 d'Algérie Télécom en vous inscrivant via le site web www.algerietelecom.dz ou www.jaweb.dz. Pour plus d'informations, appelez le 100. Algérie Télécom, le bon choix. إذن نعود وإياكم سمعنا بعد هذا الفاصل الإشاري إلى مواصلة برنامج نجوم الباهية، وإن كان فيها سؤال موجه من الزميل عبد القادر بن عايدة لطيب فوسي فيما يخص دخولك عالم التدريب. على كل حال إحنا قلت لك كنت في الديمتر وقت في مدينة وهران بدون شهادة، وهذه التجربة تاعي كل شيء منها بعد العامين، ومن بعد قلت لك في وراني بجامعة وهران راني في 7 سنين. هذا العام هو كان السبب للحياة. واصل طيب. شفيق قادة قال لي ديك يكون عندك عندي بلون كوشي، عاوني لك كلها كما كان هضر مع لا روم كوشي، وراه عندي الشهادة الأولى وراني نقرا على الشهادة الثانية، وإن شاء الله في فيفري عندي ستاج، وأتمنى إن شاء الله ندي هذه الشهادة وراني توجد في هذا الميدان، وأتمنى إن شاء الله الناس اللي ما يهدوش بلي حنايا أوني توجد لي زونسيان جوار، بصح اللي قال لك تكون عندك أمور شهادة. أكيد واش تكون شهادة تكون بروتيجي على كل حال، شهادة وكل شيء، وانا نتمنى ان شاء الله رانا نقرو ومازال نزيدو نقرو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله علي بن عبو يقول لي مقبلة غنية غنية غنية، هاي علي خويا نسمع الغنية وان شاء الله نواصلوا برنامج نجوم الباهية. فهمت على كني انسيستي عليه باش نفوتوا هذه الاغنيه، اكيد اغنيه جميله للمرحوم حسني شقرون. طيب كان عندك قلت لي دروك صاحبك حسني ربي رحمه، عندك تنجم تحكي لنا حاجه عليه؟ فوتنا دي مومو اغرياب، كنا نلعبوا في رحبه اللي ناخذ في الواد 92 93، كنا في رحبه والأشريطة اللي كان يسجلها نقولوا صباح كان عشية عندي. شو تعقل عليه طيب الله يرحمه؟ قال عليه حاجة اللي ماركاتك فيه إنسان قليل، هذه اللي ما كانش قليل ويبغي القلاليل وفي هذه هي. وهذه الأغنية مهداة أيضا من زميلنا علي بن عبو لكريم، هاك أخوي ها أيوة. دروك نواصلوا إن شاء الله وين كنا نهضروا على الكارير تاعك. طيب هضرنا مع المولودية، دروك المنتخب الوطني، الذكريات اللي كانت الفوسي الطيب مع المنتخب الوطني الجزائري. يا باميو بور ان جوار يمثل بلاده، ذكرى سيئة قادة. أنا ذكرى مليحة لعب مع باجيو والإيطالي، وذكرى سيئة لا كوب دي موند كي خسرنا في ماتش باللومي. هو على بالك بينو بينك هو بارمي الناس دوك اللي
لي في الملف تاع باللومي اللي راح القضاء المصري نهار اللي درنا الطعن وسمحوا باللومي نقلوا المجلس قضاء تاع معسكر هو المجموعه تاع ناشي الفوزاني ومغاريه وشمعه وشهدوا باللي باللومي ما ضربش. هذو الاشياء السريه اللي ما تعرفوهمش في وراك وعدتني بسكوب قضاء في نهايه البرنامج. قلتها بيني وبينك دروك بيني نقولها بصحه يمشي ان شاء الله بربي. قضاء تنجم تقولنا على فوسي الطيب اللاعب؟ فوسي اللاعب طيب في ليزاني 80 سنوات الثمانينات احنا كنا نشوفوا اموروس لاعب مانويل اموروس فوتبال مودر كدروك تاع لاريير دروا اللي يطلع دروك انا نشوفوا الفيس تاع برشلونة صدقني كفوسي الطيب كان يلعب ذاك الوقت. فوسي الطيب من المدافعين في الجزائر اللي خلقوا النزعة الهجومية اللي نشوفوها دروك في البطولة في البطولة فوتبول مودرن فوتبول كرة القدم الحديثة فوسي لعبها سي فري لي تيتون كان شريف الوزاني في لا كوفرتير وكل شيء سي تري امبورطون باش يكون عندك نيميرو 6 يعني بصح فوسي خلق هذيك علم لاش ولا ان ديفونسور يعني انا رير دروا يطلع دروك كان نقول لك تل دروك مازال ما شفت مدافع ايمن في المولوديه فريق فوسي نا با يو تشونس في ليكيب ناسيونال تعرف ذاك الوقت في ليكيب ناسيونال ما يلاش كنت عرفت كنت تلعب في كاين شويه جهويه كاين الصحافه تاع تماك تاعك اللي تضرب عليك باش تلعب العلاقه الاشخاص مع المدرب باسكو كاين لاعبين فاتوا في المنتخب الوطني اللي فوسي يعني بلاستو بالسيجار خير منهم يعني كرويا ويعني وبدنيا يعني نا با اي لا شونس يعني انا نقول بلي الفريق الوطني ما بروفيتاش من فوسي طيب. شي فوسي ما بروفيتاش من الفريق بالعكس من الفريق الوطني يعني هذا ممكن فوسي اللاعب خلى بلاصته نقيه يعني وين تروح دروك سي تري امبورطون توجور نقولها للاعبين تاع دروك اللي صغار حاولوا تخموا باسكو شحال في الدنيا لا بريبار في الدنيا والاعمار بيد الله 60 70 سنه في ديك 60 70 سنه يا ربي عندك 8 سنين تاع كارير تبداها من 20 طون 30 طون تكمل 8 سنين بارابول 60 سنه تقلع 10 15 تاع الطفوله يعني 25 سنه تعيش 40 سنه من بعد ولا 30 سنه حاول تجتهد يعني تجتهد تكون في الاخلاق تاعك باسكو في ديك 8 سنين من تكون لاعب وتكون تفرحهم عينهم يتغمدوا على التصرفات تاوعك السبيانية على العقلية تاعك برا على المشاكل تاوعك باسكو راك تمركي لهم لبان دير يعني راك تفرحهم راهم لقاو فيك أداة باش يفرحوا فريقه بصح إن فوا تحبس إلا ما خليتش ان بلاتفورم تاع أخلاق متينة باش الناس يتذكروا فيها الخير فوسي بارمي هادو الناس خلى يعني خلى كيما نقولوا حاجة متينة بلاصتها نقية خلى بلاصتها نقية اللي تل دروك الناس يقولوا فوسي عاقل الله يبارك فوسي كان عاقل فوسي ود فاميليا فوسي كان لاعب ينجموا يقولوا عليه فوسي يلعب مليح وبوب كان فوايو كان قبيح وكان كدا اللي ما تخليش الناس تربي اب حارس تكون كيما فوسي لاعب تاع بولا بصح لا ماشي مربي يعني انا توجو ندائي قولها للصغار دروك خمو ابري كي تحبسوا كرة القدم اكيد طيب النزعة الهجومية اللي هضر عليها قادة واللي كانت تميزك في هذيك الفترة هل كانت طبقا لتعليمات مدربين ولا كانت فيك من لا فورماسيون تاعك من الصغر كنت بورتي فير لوفونسيف كيما نقولوا هي لافونتاج اللي كان عندي باش نقول نكون اوفونسيف بزاف انا كي بديت نلعب في الهجوم إيدي دلوا تلعب بكري وتلعب في الأطاق وتلعب في الجوش ميني اللي بينجام. لا فورماسيون تاع قاع في المولدية. واقع من 77 ل 96. بعد كي جاء عبد الله مشري شاف باللي أنا ما نقدرش نلعب في الأطاق شغل باش كاديو جي نروح تلعب في الميليو تيرا هو داني ادروات أنا الأولى قلت له ما نلعبش ادروات غادي نلعب ادروات سو أنا ملي تلعب ادروات أنا ديجا جو سي با أغريسيف وحدة ندير الكرة تاعي بالهدوء بالعقلية تاعي بالحيلة تاعي كلشي وتعلمت بزاف تعلمت بين اللاعبين اللي فاتوا في مدة وهران ديت ما عندهم خبرة كلشي بصح لوفونسيف الكوتية صافي ديتها ب 86 وخاصة وين زعما قطعوا اليس مي جا الخضا باللومي وباللومي زعما كنت كتصرى لك دي فوا ما تعرفش اش غادي يدير ما تفهمش بصح انا من بعد
ولفت وشغل كي نشوف الاخضر بلومي ولا بنيكو بسبح خمر كوره انا نقلع اوتوماتيك نقلع ونقها عندي صحيح. بابي يدخل ادر وانا ندخل ندير يضرب مزيان ويضرب حبيب الميم ويضرب بابي لي سونز ومن بعد ميم التكتيك مو كانوا يهضوا عليا لي زيكيب الادفيرس ولا هنايا ميم خان عبد الله مشي ولا عمر روعي نحيي يقول لي ولا بو حاجي ولا لك يقول لي بون فوزي انت سيرتو في تنازوا شغل انا ندير بوست ا دروات بصح لعبت توجور في لاطاك سي لا فورس تاعي كان عندي وهذه ما جاتش غير هكا خدمناها وتعلمنا مع المدربين تاع فئات صغرى حتى وصلنا عند الاكابر ودينا خبره ونتمنى ان شاء الله باللي يكون الناس من مورايا ونتمنى باللي في المده الطويله يكون كاين لاعبين كيما هكا وباش اللي قد تجي بالخدمه ان شاء الله ان شاء الله اللعبي. ان شاء الله بربي قادر مادام راك هنا كاين واحد لا كيستيون خاصني نبوزيها لك تعجبك ما تعجبك ما تعجبكش دبر راسك بعيد عليا اليوم شويه يعني الشخصيه تاعك تاع قادر الشافي هنا في وهران انت بيرسوناج بيبليك يعني بديت ا زيرو نجم نقولوا لا نبدا لك خير خليني نكمل لا كيسيون قادر نبدا لك على الشخصيه ومن بعد راسك هو راني جايك الشخصيه تاعك كانسان اللي بنى نفسه بنفسه مهما كانت الطرق هذه دروك نهضروا عليها انسان اللي بدا زيرو اللي هنا نروحوا للباركور تاعك الشخصيه تاعك اللي كاين اللي يبغيها كاين ما نقولوش يبغوك مي بوش نو نقولوا كاين الناس تعجبهم الشخصيه تاعك كاين اللي لا كاين الناس اللي يقول لك انسان ناجح انسان اللي دوريا صنع لنفسه اسم من خلال العمل اللي راه يقوم به وهذو بزاف الحمد لله وكاين الناس اللي يقولوا باللي قاده شافي غادي نهضروا بالعاميه باش الميساج تاعنا يوصل غاسل وجهه وما على بالاش هادو شبي تقول لهم تهدو انا نواجبك ايطاب بار ايطاب صح نبدا لك من التاليه ونروح صح الزدام عندها الفيلات والوطا وحاكمت له عندها مناصب كبيره انسان معروف هادي انا ما عنديش صح الزدام عنده سلبيات يكرهوها الناس فهمت حاله الحياه العائليه تاعو ماهيش مليحه هادي ما عنديش لي غاسل وجهه وكذا وكذا الناس ما يحبوش سلبيات انا شخصيتي انا ما ربحت لعيب عمري ما تحت الناس ما هي الناس صاير التليفون باش الناس تسمع غاير عمري ما وصلت واحد عمري ما كنت كاين الغيره بصح غيره بسيطه سي تري امبورطوا يشوف اللي بريفيرا بغيره منك وما يكرهوكش انا ما يكرهونيش بصح يغيره دونك معليش الغيره يقول لك وكي تتعامل مع هذه الوضعيه انا كنت تعامل شخصيه سيفري من الزيرو انت قلت لي من الصفر انا ما لقيت روحي كل شيء سيفري انا وراني دروك ما نحشمش كي الوالد تاعي رحمه الله كان يبيع الخضره ربي يرحمه ويسعده وما نحشمش كي كنت في مارافال حتى دروك ندور عليهم شوف صافي ما با 15 كنت بالكار ندور عليهم انا وشيباني نقول لهم كي راكم دايرين 15 عام كات كات بصح نورمال توجور ندير لهم السلام كي راكم دايرين وبابي مفتوح والجماعه اللي عندي توجور قاعد في مارافال تحوس عليا كل يوم تلقاني مع داني مع سيدو مع فريد مع محمود مع علي مع عمي جلالي اللي البارح داروا بياسو ربي شافيه ان شاء الله ربي جمعتي متواضعين شكو هادو جماعه بالمناسبه قاد اسمح لي قطعت نتمنوا شفاء العاجل لزميلنا نجيب حنطاز ربي يجيب له شفاء ان شاء الله نجيب حنطاز ولد مرافا ثاني هو جلالي طريق وحده ربي شافيهم ان شاء الله جلالي ان شاء الله ربي سلمى كبيره وربي يطول من عمرك فهمت زيد هادو جمعتي وهادو جمعتي شكون انا ما مستفدتش منهم صحابي لله تاع صغر هادو لا صحابي تاع دروك تاع صغري توجور نبغيهم نروح عندهم نروح عند الكوافر هذاك تاعي شيكالي اللي كان صغير يعلمني ما عندك شعر قادر كنت لا وي كنت بكري كان عندي شعر بصح دروك يطول دوك نعاود الشعر شوف نقعد لك في الحديث واخا من تواضع لله لله راه هو متواضع انا قاعد متواضع الله غالب هذه هي البقعة لا نبي في قومه أنا الله غالب يعرفوني قادة 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 الراس قادة على راديوس قادة قاعد غير كيما أنا الله غالب عندي واحد دون عندي واحد سيبا دوك ماشي مشكلتي أنا ماشي مشكلتي مسؤولين يديروا فيها الثقة ماشي مشكلتي وزارة يحبوني ماشي مشكلتي الاتحادية جاي لكرة القدم خيرة قادة شافي بريماراني سيكوندير ما عندهاش نيفو كبير في القراية باش بريزيدين كوميسيون على بالك البيرو فيديرال اللي فيها نشكون فيها ربعة تاع دكاترة فيها عبد الحفيظ تصفوت ليسونسي فيها روروا سون كومونتير
فهمت؟ هادو كاع صحاب بوكا صحاب بوكا يعرفوا كاع كي دايرين فيها. فيها ناس دكتور، فيها مهندس، فيها قادة شافي بريمارني سكوندير. بصح لي عندي انا يفوت كاع القرار تاع واحد. شا عندك؟ شا عندي؟ عندي الانتيليجونس وعندي الراس. بصح هذه هاويه تاعي. شكون الله غالب تقول سي فري اون اسوسياسيون سبورتيف كيفاه يخمم يدخل يداصر المحبسيه ويدير معاهم ليفيرمون في الحبس. سي فري اون اسوسياسيون سبورتيف كيفاه يجيب الفنانين والمغنيين ويلعبهم عنده ويدير لهم سي فري اون اسوسياسيون سبورتيف. كي راك دير؟ كي والله شوف نقول لك حاجه، هذه نعطيها النصيحة اللي راهم اكتوالمون ديريجون في كاع لي زاسوسيو سبورتيف وفي كاع المسؤوليات اي كومبلي المسؤولية الكبرى في البلاد. والله ما تكون اونيت ودير الخير في الناس، فهمت؟ وتوجور تقلع على روحك كي كنت بكري وما تكبرش على المسكين. ربي ينشحك ان شاء الله. بصح نهار اللي دير روحك باريال وتقلق وتقطع الماضي تاعك وتحشم من والديك وتحشم من فاميلتك، عمرك ما ترجع تقعد غير انت. هذه باش لاول مره نعطي كاع هذا الشافي شكون ولي عسالي قال لك هذه الاغنيه باش تفكرك. ايوه يا جولم كان انا ايهم اللي يملي يبليها بالهجره من اللي ذاق الحب. راك سمع فيها غادة؟ ايوه هذا التراث، التراث تاعنا من اللي كنت صغير على بالك. الشيخ حماده هاجوا الافكار، هاجوا الافكار، هاجوا الافكار، هاجوا الافكار. وبصح قال لك كلمه تما هذه متعلقه بالافكار اللي جات بالافكار بالافكار. وهذا تراث كبير، هذا تراث كبير يذكرني بالسنوات تاع الطفوله تاعنا. الناس كانت تروح البحر بكري، بصح انا وين كنت نروح؟ كان يديني شي باني وكنت نروح نفوتها في الباديه تاع معسكر. انا زايد هنا في وهران، فهمت؟ جي سو فيير ات زايد في وهران، مي جي سو فيير باللي شجرتي من معسكر. باسكو التربية ما راهيش متبسة ومن مغنية ومن غيليزان ومتموشت ومن تيزي وزبتيا. الصح صح في الأخلاق، الصح صح في التربية، الصح صح في العائلة تاعك وفي الجدرة تاعك. طموحاتك قادة في المستقبل إن شاء الله؟ طموحاتي لهنا ونيفو بروفيسيونال نقعد في الراديوز، ما نجمش نطلق الزوجة تاعي. عندي زوجة تاعي تاع لي فريت فامي اللي نحييها هي ولادي، هي ورانيا وامين وهناء وياسمين. نحيي الوالدة تاعي الزهرة نقولها ربي طول من عمرك، وخوتي كاع اللي نبغيهم وكلش، فهمت؟ وفاميلتي كاع والاخر كاع المستمعين كثر عليهم يسمعونا ويبغونا بزاف، فهمت؟ بصح الطموح تاعي نقعد غير نخدم نخدم، والله ما عندي ان بلون داكسيون. سيكو هذا هو المشكل تاعي. في كاع في كل سنه كي تكمل سنه باقي لنا يا ربي 3-4 جو تقفل سنه، العام الجاي نقول لي نخلوها وين تبان الخير نديروه ان شاء الله. سي فري عندنا تورنوا، عندنا دي زيفينمون، عندنا داير لا فينال تاع الشتاء فوت، ايفر فوت، شتاء فوت غدا ان شاء الله. نهضروا عليها في لافان تاع ليميسيون، مع لافان تاع ليميسيون باسكو كاين سيربريز كبيره. هو السكوب اللي وعدتنا به ما نسيتش. صح ماشي مشكل. عندنا مكالمه هاتفيه راح تكون الاخيره ان شاء الله لان الوقت يداهمنا. الو مساء الخير. الو مساء الخير. السلام عليكم، كيفك رياض؟ كيفك محمد بن زاوي الصحفي الرياضي؟ بن زاوي راك غايه خويا داتاشو. كيفك شي قاده؟ الله يسترك خويا. صافا صافا سي فوتي راك غايه. الحمد لله بارك الله في خويا. لله هادي كنت باغي نقول كلمه انا سي مرزوقي. نعم جو تيان تو فيليسيتي توا اي تي كونترير حسن الويري كوشي سي باسك فو فيت وجعفر يتحبوش ايضا زميلنا في القسم الرياضي كوشي من اخر البلاطو. يا دي مومون دي مونشور انا فوتورم ils nous font revivre des bons moments de football algérien. C'est-à-dire que les initiatives, il faut qu'elles se multiplient. Il ne faut pas s'arrêter. Quand je garde que les retrouvailles avec les anciens couchés, ça fait beaucoup de bien. Ça met du bon au cœur. Pour terminer, je veux que si Riyad, tu as aussi Kada, aussi Poussi, ou garde les sportifs à l'Algérie, bonne fin d'année et bonne année 2012. Inch'Allah, radios pour tout le monde, sans jeu de mots. Inch'Allah. Allez, c'est mieux de radios, allez, mais le radio. Très bientôt, les amis. Salam. Radio Ben Zawi, la camarade de Rouah Radios. هاي عرض على المباشر. ان شاء الله بربي طيب راح يكون الاذان ان شاء الله بعد دقيقه.
طيب هنا نبغي نسقسيك على نرجعوا للعالم التدريب وين قلت لي بلي الفات اللي تدرب بصغار سي فوكاسيون افون تو هذه حاجه اللي تبغيها عندك مشاريع ان شاء الله باش تدرب فئات اكابر وفرق معروفه لما لا مولوديه وران ما زعما نخمم فيها انا راني توجور غير في الصغار راني غير في الصغار وراني غايه الحمد لله رانا قلت غير في 7 سنين رانا غير مع الصغار لا درني دي ستاج اللي درتها رفاف 1 وبعدها ان شاء الله شيكون في فيفري ان شاء الله فابدو ان شاء الله باذن الله واتمنى ان شاء الله يكونوا حاضرين وان شاء الله لما ندوا الشهاده والشهاده اللي كندوها باش واحد يحزرها بها باش كل الناس ديفا ولاو يعايرونا عندي اختهم شو ما غادي يبغونا لا بصح فوسي العلم مليح خويا فوسي العلم مليح الفيد اللي عندكم انا ماشي نقولها لك انت بس كنت زهرك طحت معايا انا اللي نبغيك تقرا وما نبغيش الغاشي يعني يقولوا طيب لا لا الحب فوسي صاحبي باسكو هذه اللي خلاتني انا وياه هو ينجح ونتمتن صدقه سكو واحد من يكون غلط قدماء اللاعبين هنا تاع وهران ولا كاع السما جاوب يسمعوا فينا ادم صادق معليش هذه باسكو نداء مليح نقولوا ان شاء الله مول ادم ان شاء الله هذا كتب ربي السابعة وتسعة عشر دقيقة تشير الساعة باستوديو الإذاعة الجزائرية من وهران إذن مستمعين وعلى ما سمعنا الآن أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة وهران وما جورها الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب 7:22 دقيقة بسود الإذاعة الجزائرية من وهران نرجع
نجوم الباهية. كسر تستضيف صناع مجدي الرياضة الجزائرية. ساعة من الذكريات واستحضار لمشوار أبرز النجوم بمختلف الرياضات. نجوم الباهية كل أربعاء من السادسة إلى السابعة مساء. إعداد وتقديم رياض مرزوق. أهلا بكم مجددا مستمعينا. لم يبقى لنا الكثير من الوقت في هذا البرنامج, ولهذا سمباشرة طيب دروك نعاد الكويز 4 ولا 5 تاع كيسيون. بصح هذه الجواب يكون فيه تقول لي أن سول مو صح. الفريق الوطني الجزائري حنا إن شاء الله نتمنى له النجاح. أن سول مو شيء مثل شيء مثل بالنسبة لك؟ أنا بالنسبة لي لو درابو أرجي صح. مولودية وهران قلب لا راديوز دمي قادة شافي خويا ولي حسن لي راي يضحك يعطيك صح. طيب دروك نهضروا شوية على الحياة الشخصية تاعك, نحكي لنا شوية عليها رافي كوتيديان شدير يوميا. خويا أنا الحمد لله زعما اللي عاودت حياتي زعما حياتي زعما جديده وراني خدام دروك في لا تيليفيزيون ورا عندي جوج ولاد اشرف وعلي اللي يحييهم ربي يخليهم لك ان شاء الله, وبدون انسى محمد رضا اللي راه عايش في باريس نتمنى ان شاء الله النجاح ان شاء الله. وبالمناسبه نحيي زوجتي اللي بالها كانت لانيفرسا تاعها, نتمنى لها ان شاء الله الهنا والسعاده ونعطيها الصبر باسكو قعدت معايا في مومون ديفيسيل ودرا فيريتي, وهي اللي عطتني المورال وهي اللي عاونتني وهي اللي صبرت معايا, ونتمنى لها ان شاء الله النجاح. وانا تالك عاهدتها ان شاء الله يكون مليح نتهلا الله فيها ونتهلا في ولادي ربي طيب بيناتكم طيب. ونضحكك شوية حكاو لي واحد ليستوار وين كنت دو دوا باش تجيب مرا من زومبيا في الماتش تاع كاراري ديفيس كان شوية يجيب مرا من زومبيا هو وبنشيحة ولاعبين كبار كانوا حابين يتزوجوا كاع ذاك الوقت. قاعدة غدوة ان شاء الله لا فينال تاع الحفل الختامي تاع ايفير فوت دورة شتاء فوت في الطبعة الثانية, هذه جديدة بارابور الاخرين اللي تعودنا عليهم. الجديد في هذه الطبعة سي اون بلوس دو سبيكتاكل فوتباليستيك اللي راح يكون كاين سبيكتاكل ميوزيكال من تنشيط ابرز النجوم تاع الراي هنا في وهران. اعطينا تفاصيل اكثر. الور الدعوه اولا خمنا ندخلكم حاجه جديده دوك راك تقول لي قدرات وكذا هذه هي اللي من اللي غالب الناس ما يعرفولهاش. خممت غدوه باش نديروا حاجه وبلانير سي اون بريمير يعني تنشيطيه سي بور كوليجان يخرجوا شويه من الضيقه تاعهم يبعدوا على داك القنت يبعدوا على السيجاره اللي تضرهم يبعدوا على الفيد اللي راه كاتلهم. خممنا غدوه نجيب لهم شويه موسيقى. عرضنا الشاب كادير الشاب رضا جميله الزيويه هشام وبلال الصغير ووالي القلب باش يديروا حفله لمده ساعه ونص بملعب راديوس دخول مجاني. ناس تحترم روحها غدوة إن شاء الله يجوا يفرحوا معنا. أبارتيت كذا إن شاء الله. أبارتيت الحفلة تكون من 5 للستة ونص. من 6 ونص للسبعة غير ربع كاين مفاجأة أنها سي الخضر بلومي هي سي لا بروميير فوا وين بلومي يلفا فيتي لانيفرسير تاعه مع الشعب تاعه اللي يبغيه. هذه لايف. ومن بعد ندخلوا في النهائي تاعنا تاع لي بوسان وتاع لي سينيور. قبلها يكونوا نهائيات ثاني تاع لي بنجاما ولي مينيم. ان شاء الله انا برك دعوه كبيره ان شاء الله الناس يحضروا غدوه. سي يعني سي دي زيفانمون اللي ما يتعاودوش. احنا تمنينا كو وهران تكون زاهيه اكثر ما احنا اللي نديروها لا راديوس باسكو كاين شي صوالح اللي نديروا كاع في لا راديوس. او باساج جو ريميرسي لا دي جي اس اي لا بي سي دورون سورتو خونا عواد المير حسام غربي بدر ديع المعاونه اللي عاونوني فيها في هذا ليفالمون. صح قاده. طيب تفضل عندك كلمه. عندك تحيه مزيه فكرتني طيب. تحيه من فوسي طيب لعائله عمر مزدوه. انا تاني نفكر خويا عمر في الخير ونقول له ان شاء الله ربي يخلي لك العائله تاعك ان شاء الله بربي. نخلو لك الكلمه الاخيره. طيب انا نشكركم على هذه الضيافه. هذا واجب ونتمنى ان شاء الله ماشي اول مره وما تخرج اخر مره. اكيد نتمنى ان شاء الله الغدا ان شاء الله يكون جمهور غفير في ملعب راديوز, يكون عندنا حفل اخوي
في مدينه وهران، ونتمنى ان شاء الله يكونوا بقطر وقادر ان شاء الله نقعد بها واحده في الميسيون عصرها فلوس اليوم. اليوم سلك اليوم رياض صراحتي نمدها باسكو انا نقي وبروب ما نخاف من تحت، والحمد لله خوك متواضع وخوك عاش الفقر حتى دروك. يعني شوف والله ما همتني الغناء وما تهمنيش كاع، باسكو انا كل يوم عندي لي زانفيتاسيون في الفنادق تاع خمس نجوم، كل يوم يعيطوا لي باش نتعشى ونفطر معهم، بصح نلقى راحتي كي نكون مع المساكين تاع صغري. يعطيك السلام عليكم وعام سعيد، وعام سعيد اللي كاع خوتنا اللي حبونا بزاف في هذه الباهيه، وان شاء الله 2012 يكون خير للرياضه في وهران. دوروا الثقه في المسؤولين تاعكم، دوروا الثقه في المسؤولين تاعكم، والخير راه جاي لسكان مدينه وهران في كاع حتى المجالات ان شاء الله. يعطيك الصحه قاده. طيب بالمناسبه نقول عام سعيد لاشرف وعلي وزوجات كريمه، ونتمنى ان شاء الله للشيبانيه ان شاء الله الشفاء العاجل ان شاء الله، ربي يشافيها ان شاء الله. نوجه تحيه لبنتي ياسمين اللي تسمع فيا دروك ماغري، تحيه لياسمين تحيه لمحمد مرزوقي. هيا شكرا للمستمعين على حسن المتابعه، ونلتقي في مواعيد قادمه، الى اللقاء. قولوا لها زينة المحبة قلبك شافي على مالك، عادي تيني بغير سبب ونسيتي الريم خيك.